نجم هاني شاكر، بدي رحب فيك بداية عبر موقع الفن. حبيبي أهلا بيك. بدي أسألك، لو كنت نقيب الفنانين بلبنان، مين بتختار لتكرم ومين بتختار لما تخليه يغني؟ لا، لبنان مليان أعلام فنية كبيرة ومليان يعني رجال ونساء على مستوى عالي من الفكر والفن. يعني هتكرم الشعب اللبناني كله، أنا لو نقيب أكرم الشعب اللبناني كله والله العظيم بجد، من كتر حبي في لبنان، في اللبنانيين، وإحساسي أنه شعب راقي، شعب مثقف، شعب محب للحياة، شعب يستاهل التكريم فعلا. حضرتك مؤخرا التقيت بالفنانة الكبيرة ميادة الحناوي وأشادت فيك وقالت لا يوجد على الصحة الفنية حدا مثل الفنان هاني شاكر. حبيبتي ميادة دي حبيبتي جدا جدا جدا، وأنا فرحت قوي ان انا جات لي الفرصه ان انا اروح سوريا وازورها واشوفها واطمن عليها، ووعدتني ان شاء الله انها هتيجي قريب كمان على القاهره باذن الله تعمل حفله جميله. ايه رايك، ما في منافس لهاني شاكر على الساحه الفنيه؟ لا اكيد في منافسين كتير، لكن هو هاني ماشي جنب الحيط كده، ملوش دعوه بحد. موقع الفن، هلا المر، اهلا اهلا استاذه كتير وبتقدرك حبيبتي، اكيد سامع عنا يعني. يا خلاصي طبعا وانا حصلحك دلوقتي وانا حصلحك. يلا حبيبتي تعالي. لا لا ما بدي اقعد محلك، لا بليز تعال نصور صوره. تعال نصور لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.